دين. قال الإمام الدمياطي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح في باب ثواب بر الوالدين وطاعتهما، وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. كثير من الفقراء في بيوتهم التلفزيونات والمسلسلات والأعطلات والسجاير والأرجيل، نعم، وبعدين عم يشحدوا. طب اتركوا هذه الذنوب، الرزق الآن يهرب بسبب إيه؟ هذه المعاصي. ولا يرد القدر إلا إيه؟ دعاء. دعاء، لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه. إنه والله هذا مقسوم له، ما قال الشيخ علي الطنطاوي: ولد ربي قدر عليه أن يسقط من الطبقة الرابعة، سميه طابق، نعم سقط لكن وقع القدر، نعم، لكن ما أصيب الولد بشيء. ولد آخر سقط عن طاولة ارتفاعها متر، مات. ولا يرد القدر إلا الدعاء، كثرة الدعاء، يعني الذي يدعو كثيرا قد يصيبه شيء لكن بإيه؟ بلطف، بلطف، نعم. قال: ولا يزيد في العمر، هنا الشاهد الحديث، ولا يزيد في العمر إلا البر، بر الوالدين وصلة الأرحام، هذا يزيد في العمر، زيادة حقيقية أو مجازية. حقيقية إن كان من أهل البر والصلة يكتب ربي له 80 سنة، إن لم يكن كذلك يكتب له 50 أو 60 سنة. هذا قول، قول آخر ذكرهما في الحاشية: البركة، يعني يعيش 60، لكن إن كان برا بوالده رب العز والجلال يبارك له في عمره، ويعمل كما ربي بارك لشيخنا الشيخ عبد الرزاق العايب في عمره، الإنجازات التي أنجزها والكتب التي قرأها وما صنعه في بناء المساجد وخدمة الأرامل وتزويج الشباب، غيره في 300 سنة ما يحصل هذا. لا، كنت في تعزية قلت لا أعرف أصحابها، فاستغربوا، فقلت لهم: مر معنا بالشرح صحيح مسلم، وشرح صحيح مسلم النووي هذا من الكتب التي أقرأناها شيخنا الشيخ عبد الرزاق العلبي في الجامع الأموي من أليفه إلى يائه. قلت: مر في شرح مسلم، عزي من عرفت ومن لم تعرف. قلت: خذوا هذه الفائدة واعملوا بها تحصلوا خيرا عظيما. ولا يزيد في العمر إلا البر، نعم، من أحب أن يسأل له أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أجله إيه؟ فليصل رحمه. وهذا ملاحظ، المرضيون رب العزة يبارك لهم في أرزاقهم وفي أعمارهم، والعاقون يشتغل مثل الحمار ما عنده شيء، معروف هذا. أنا أعرف شخصا كان يعمل في السعودية مع واحد حمصي، من هذا الحمصي الله يجيبه بالسلام، بلاط هذا الحمصي، بالثمانينات كان يقصوا مصاري اللي يروحوا على السعودية كتير، يشتغل ليل نهار أكثر من الحمار بالبغل يشتغل. عم يسأله هذا قرايبي مرضي الوالدين، قال له: لك شو معك مصاري؟ قال له: ما معي شيء. قال له: شو أرسلت لي لأهلك؟ قال له: ما أرسلت شيء. قال له: عجب، تعمل أكثر من 10 وما عندك شيء. فقال له هذا الحمصي، قال له: أنا مغضوب الوالدين، لو بشتغل بالليل والنهار ما بصير معي. والمرضي رب العزة والجلال إيه؟ يبارك له سبحانه وتعالى، يبارك له المرضي. الله يجعلنا من المرضيين يا ربي، يا ربي داخلك ما أحلى الرضا والبر، يرضى عن شيخنا الذي علمنا البر والإحسان، نعم. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم، من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. الله أكبر. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وهو في الصحيح دون ذكر البر فيه. وكل الناس يتمنون هذا، يعني كل جل الناس يتمنون طول العمر وزيادة الرزق، وهذا يكون بالبر وصلة الرحم. الله الله يوفقنا، قول آمين، ويرزقنا اللطف في البر. اللطف 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 يا حبيبي. نعم، يعني أن تخدم أباك يا أفدار، الله يعني اللي بزروك هالبزر الطيبة، ما ألطفه هذا. أن يسر أبوك بالخدمة مسرور، كما قال لي شيخ القراء الله يرضى عن الشيخ حسين خطاب، ربي شرفني بخدمته في الحج. نعم، قال لهم في عرسي قام خطب، قال لهم حججت معه وخدمني في الحج وكنت مسرورا بخدمته. وهناك من يخدمك ولا تسر، وهناك من يخدمك وتسر في خدمته، والله كنت مسرورا بخدمتي. هي أن يكون أبوك مسرورا في الخدمة وأمك مسرورة في الخدمة، هذا طعم بين والله. نعم، قال لك أبوك جيب لي كاسة مي، رحت عبيت كاسة مي وجيت، مثل واحد قال لي بخدمه لأبي وما بيرضى، بخدمه بيرضى. قلت له بتخدمه خدمة ابن لأبي أم خدمة عامل أو أجير عند مستأجرة؟ قال لي شلون؟ قلت له والله هذا الشغيل عندك مكتب ياخذ معاه، قال له جيب لك كاس ماي حط لك توضى. أما الابن راح لي في الكاسة وعلى الأربعة عشر مركزة وإجا بسمي حلوة، تفضل يا أبي الله يديمك علينا، الله لا يحرمنا منك، صح يا أبي خلينا ياك. بصير بقى تستنبط الرضا من قلبي. شو ما تستنبط؟ تستخرج. أصل استنباط الاستخراج، حتى استنباط الأحكام، كلمة استنباط الأحكام هي مستعارة من إيه؟ من استنباط الماء. لذلك الفلاحون يسمونه بالنبطيين استنباط، الأصل استخراج الماء. بدك تتفنن كيف تستخرج الرضا من قلب أبيك وأمك. الله يرزقنا ذلك، قولوا آمين يا رب، وفقنا لذلك، لولا المربي ما عرفت ربي. نعم نعم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره. رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد: من بر والده طوبى له. هذه طوبى شو سيدي؟ دعاء له، قيل الجنة، قيل شجرة في الجنة يسير راكب تحت ظلها ألف سنة. زاد الله في عمره، اللهم وفقنا لذلك. يلا بسم الله، لك أبوان لك بابان إلى الجنة. راح واحد منهم الله يرحم أمي وأمك وموتى المسلمين، صفي لك باب، اغتنم الفرصة. بده مرة روح زوجه، ولو ما رضي الإخوة روح زوجه. نعم، مو بس تقول له شو رأيك نزوجك، لا خده قل له شفنا لك العروس يا أبي، بسم الله، شافها بحن قلبه يتزوج زوجه. نعم، خليته خدمه، الله يوفقنا. هيك شيخنا علمنا، الله يرضى عنه. هيك شيخ. هلا البنات، لا يا ابي نحن بنخدم، شو بدك تخدمي؟ شو بدك تخدمي؟ هذا بده أنيسة الان في الفراش اذا نام، بده وحده يغازلها وتغازل. انت بنته 20 بنتا ما تخدم اباها، ربع خدمه الزوجه لزوجها، دخل على الحمام برك عجز، انت بنته بدك تطلعي تكشف على عورته، يموت خجلا اذا كان من صاحب حياه. ربما يموت كمدا ان اطلعت ابنته على عورته او ابنه. اكثر الناس ما يلاحظون هذه المعاني، بدون المال. نعم نعم يا سيدي، زدنا هذا الخير.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. نعم، تعف أو تعف. نعم، نساؤكم. نساؤكم. عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. هذا ملاحظ، كل من عف عن نساء الناس ما ينظر للنسوان، الله الله يستر. نعم، حريمه يستر نساءه وبناته. وكل من يتطلع أو بحاكي أو كذا، الله يسلط على نسائه من يعتدي عليهم. ذكر لي رجل أستاذ فيزياء وكيمياء بدرس طبقة هي يسموها المخملية الأثرياء، أنا أبدا حتى أصحاب الجاهات اللي أجلس مع الرجل بيحكي على مرته أنه صاحب واحد، بيقعد مع المرأة شو سيدي بتقول له زوجي مصاحب واحد، ومثل ما هو عم يصاحب وأنا بدي صاحب، وليش عم تنكر علي أنه عم بيحكي مع رجال أنت عم تحكي مع النسوة. هي مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا. في حديث آخر: بروا آباءكم تبركم أبناءكم وعفوا تعفى نساؤكم. هذا برواية ثانية: عفوا عن نساء الناس تعفى نساؤكم. نعم، وبروا آباءكم تبركم أبناءكم. أبدا، دين ووفاء. وإذا وجدت، يعني واحد سألني مرة قال لك: والله أعرف شخصا مرضيا عنده ولكن أولاده عاقون له. نعم، قلت له هذا على سبيل الابتلاء، يعني قاعدة الأغلبية بتبر أباك ربي هيئ لك أولادا برا، لكن قد تشذ هذه القاعدة. قلت له: ابنه سيدنا نوح ما آمن به، أو في المستقبل ربي يردهم، يعني قد يطيش الأولاد حقبة من الزمن ما يبرون أباهم، ثم ببركة بره لآبائه ربي يردهم إلى طريقه الصواب. نعم، ومن أتاه أخاه متنصلا، ومن أتاه أخاه منتصلا متنصلا، متنصلا يعني معتذرا من ذنبه. نعم، جاءك أخوك يا أبو دياب قال لك: أخي أنا سامحني وفعلت معك كيد وكيد يا أبو عماد، شو سيدي؟ فاقبل عذره، فاقبل ايه؟ عذره. فليقبل ذلك محقا كان او مبطلا. فان لم يفعل ذلك لم يرد علي الحوض، لا انت عامل معي ناقصه ما بسامحك ابدا. ايه، لم يرد علي الحوض، قال له: شو سيدي، خلاص مسامح ونسينا هالموضوع من زمان وفتحنا صفحه جديده. نعم، قوله متنصلا أي معتذرا من ذنبه معه مقلعا عنه. نعم، وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. الجنة، رواه مسلم. دعاء عليه بالذل، يعني هذا محروم. أدرك والديه أو أحدهما عنده الكبر وما عرف كيف يخدوهما وما كان سببا لدخول الجنة، هذا دعاء عليه بالذل، يعني محروم، محروم. نعم، ليش قال الكبر يا حبيبي؟ بعض الناس عندهم بر بآبائهم في حال قوة الأب، لا، هنا ما يظهر البر. أبوك وحده عم يتوضى ويدخل حمام وحده، كل شيء يمارسه وحده، هنا ما يظهر تمام البر. البر الحقيقي يظهر إذا كبر محتاج من يعينه يساعده يدخل الحمام، وخاص إذا معه سلسبول كذا عدة مرات. نعم، أو يقول لك: والله هو الثقيل البدن، مثل ما الله يرحم والد شيخ ياسر قطماني، كان أبوه بدنه ثقيلا، والشيخ ياسر نحيل، وفي الليل يقول له: يا ابني ارفعني. قال لي في ليلة واحدة قال لي رفعته قرابة 50 مرة: ارفعه ورد نزله. نعم، قال لي: فقلت في نفسي: في كل رفعة رفعة، في كل رفعة رفعة، كل ما بترفع أباك رفعة ربي يرفعك، في كل رفعة رفعة. الله يرزقنا الفهم. فالبر يظهر عند الكبار، هو يأكل أبوك أو أمك صار تهز يده وشاشة على حاله،
البسمة بوجهك. إيه نعم. وقال لك سامحني يا ابنك. لا يا أبي كلياتنا بخدمتنا عليك، وهلا بالغسالة بخمس دقايق بنغسلوا كلهم، ولا يهمك وخذ راحتك بلا في ثيابة، إياك تأفف